عندي قاعدة ثابتة ويقين بأن الإنسان هو من يصنع كاسر قلبه، وجارحه ومؤلمه ومحزنه، وهو في ذات الوقت يصنع من يسعده. هذا شغلنا إحنا، اختياراتنا، قراراتنا، حريتنا. كيف تصنع جارح قلبك وكاسره؟ أن هذا الشخص الذي تكون معه في علاقة يصدك وأنت تأتيه، يحرمك وأنت تعطيه، يهملك وأنت تستمر بالاهتمام به، لا يبالي لك وأنت متعلق به. أنت من تصنع هذا كله لنفسك، هذه سيئاتك. الله عز وجل يقول: وما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال: وما تصبكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. إذا كنت ترى هذه المصيبة فأنت السبب، أنت الذي أتيت بكل هذا لنفسك. لذلك إذا جرحت في علاقة، أي علاقة، فلا تلوم إلا نفسك، لأنك حر بالكامل. شكراً.